يقول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟ المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك. وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز له أن لا يجوز لها أن تعمل، حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها. ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.